مرحبا، أنا أخصائية تغذية دانا مرتقج فاعوري. رح نحكي اليوم شوي عن النظام الغذائي للأشخاص اللي بيعانوا من السكري وارتفاع ضغط الدم. دائما يمكن شوي بيصير في تداخلات ما بين أنواع الأغذية اللي بيتناولها مريض السكر لحال وطبعا ارتفاع الضغط لحال، وإنما لما بتكون الحالة مختلطة ما بين هدول المرضين عادة المفروض إنه المريض يتابع عند أخصائي تغذية ليقدر يساعده أكثر كيف ينظم وجباته. أكيد مرضى السكري بنحاول دائما إنه نعطيهم كميات معينة من السكريات، حتى إن كانت سكريات بسيطة أو سكريات معقدة. سكريات بسيطة بقصد فيها هي الفواكه، والسكريات المعقدة اللي هي النشويات ومنتجاتها مثل المعكرونة مثل الخبز والرز. أما مريض ارتفاع الضغط فإحنا كمان بهمنا دائما إنه يكون مستوى السكر عنده متوازن، كميات السوائل اللي بياخدها كمان جيدة جدا، ومستويات الأملاح بالتأكيد تكون منخفضة لدرجة تتناسب مع مستوى المرض. نظام غذائي معتدل متوازن لهذا الشخص اللي بيعاني من هدول المرضين جدا واجب عليه، وبتخيل إنه أخصائي تغذية هو أكثر شخص بيقدر يساعده باختيار الوجبات وتقسيمها خلال اليوم حتى ما يساعد بظهور أي من أعراض هدول المرضين.